الحرب لا شك بأنه إحنا لا نريدها، ولكن فرضوها علينا. والمغرب يومها أقبل مخطط السلام، لأنه كانت فيه أكثر 2500 أسير مغربي عند الصحراويين، وكانت فيه آلاف المعطوبين والجرحى المغاربة. المغرب فرض عليه قبول مخطط السلام، ما كانت إرادته، فرض عليه لأن الشارع المغربي كانوا فيه آلاف من الجرحى والمعطوبين والأسرى. واليوم نرجع كما كنا، هما الداعمات لطروحات المغرب، لاحتلال المغرب، لسياسة المغرب. إسبانيا فرنسا بطريقة علنية، بطريقة واضحة، بطريقة فاضحة، ولكن إسبانيا دائما دعمت الطرح المغربي بسكوتها، بمواقفها الباردة، وبدعمها للمغرب في كثير من الحالات.